انا عايز ابدا طبعا مع حضراتكم اكيد فرقتنا فرقه النادي الاهلي. طبعا الساعات اللي فاتت عوده التدريبات من جديد، احنا عارفين بعد طبعا مباراه طلائع الجيش كان في راحه لمده 3 ايام، كمان موسى ياماني شاف ان اللعيبه محتاجه راحه اكتر فاداهم راحه لمده اسبوع وبيستأنفوا امبارح التدريب يوم السبت. طبعا كل ده استعدادا طبعا للمباراه النهائيه ان شاء الله يوم 27 نوفمبر على استاد برج العرب في اسكندريه. طبعا البطوله الغاليه، البطوله اللي كلنا مستنيينها ان شاء الله باذن الله، كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يكونوا في اعلى معدلات التركيز واليقظه والهدوء كمان على جميع المستويات وعلى اكيد المستوى الفني. فريقنا النهارده طبعا احنا عارفين ان كل الجهاز بيشتغل، يعني كل الناس بتشتغل، يعني زي ما بيقولوا شغل بروفيشنال، شغل احترافي. وعايز اقول لكم ان مش بس على مستوى موسيماني واللعيبه، لا كمان على مستوى الاداره كابتن سيد عبد الحفيظ، على مستوى مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب مركز مع الفريق ودايما سبورت ليهم. وخلينا اقول في المباريات النهائيه او المباريات الكبيره ديت بيكون التركيز على اعلى مستويات من اعلى واحد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة لغاية كمان عامل ملابس. وإحنا كنا لعيبة كرة عارفين كمان بيكون ليه دور كبير جدا، عملية التنظيم، عملية الهدوء داخل غرفة الملابس. النهاردة إن شاء الله النهائي الحلم اللي إحنا كلنا يعني مستنيينه بشكل كبير جدا جدا. إن شاء الله النادي الأهلي يتوج بهذه البطولة الكبيرة.